فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم أداء السنة بعد الأذان إذ أنني قد أديت تحية المسجد من قبل؟ السنة بعد الأذان إذا كان قصدك الراتبة، لأن تحية المسجد هذه للدخول، عند الدخول، وإذا أذن دخل الوقت يكون عليك الراتبة القبلية للظهر مثلا، للظهر هذه راتبتها قبلها وبعدها، أما العصر وأما المغرب وأما العشاء فهذه ليس لها راتبة قبلها. وإذا صليت من باب النفل المطلق فلا بأس بذلك، كذلك الفجر راتبتها قبلها، يعني الظهر والفجر لها راتبة قبلها، وما عداهما فليس لها راتبة قبلها، وإنما يصلى قبلها من باب النفل المطلق. هذا أنت مخير، إن شئت تقوم وتصلي نفلا مطلقا، وإن شئت تستمر جالسا. نعم.